كمال وفاي محمد مدير المركبات. جناح مجمع الصناعات الهندسيه للقوات المسلحه يا فندم تكون من 12 مركبه انواع، 6 بالعرض الخارجي 6 بالعرض الداخلي. مركبات العرض الداخلي يا فندم مركبه تمساح 4، مركبه شركه التصميم المصري الاوتوبيس المدرع، مركبه تمساح 3 الكامله والبيك اب، المركبه تمساح 5. تم تصميم يا فندم جميع المركبات بمركز مركز التصميم الهندسي لمجمع صناعات الهندسيه للقوات المسلحه. راعينا فندم فيها انها تكون طبقا لاحدث نظم التصميم، وراعينا ايضا ان تكون المركبات مختلفه الانواع والاحجام لتتناسب مع التجهيزات والمهام المكلفه بها القوات المسلحه والشرطه المدنيه. تم انتاج فندم المركبات بالمجمع وبالتعاون المشترك مع وزاره الانتاج الحربي والهيئه العربيه للتصنيع والقطاع المدني. المركبات يا فندم مجهزه بكاميرات وشاشات تحكم داخليه واجهزه اشاره تحقق الاتصال بجميع المستويات. ايضا مجهزه بمنصات اطلاق ذات الحركه محمل عليها اسلحه مختلفه الاعيره حتى نص بوصه، وايضا اجهزه رؤيه ليليه وحراريه واجهزه تتبع عالي تمكن الطاقم من التعامل من داخل المركبه مما يحقق اعلى مستوى حمايه. مركبة تمساح 4 يا فندم تم تصميمها طبقا لأحدث نظم التصميم، نظام التحميل المباشر على جسم المركبة لسهولة التكييف طبقا لمتطلبات القوات المسلحة. تم دعم المركبة يا فندم بحماية أرضية على هيئة في شيب بتحقق لمستوى حماية BR6 ستانك 4، محرك قدرة 250 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي، طاقم المركبة 8 طاقم. مركبة شاملة فندم تم تصميمها بالتعاون مع شركة بينوي الفرنسية، مستوى حماية BR6، قدرة المحرك 180 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي، طاقم المركبة 6 طاقم. الاوتوبيس المدرع دعم بحماية أرضية تحقق مستوى حماية BR6 ستانك 4، حمولة الاوتوبيس 39 راكب، محرك قدرة 400 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي 39 ذات. المركبة فندم التمساح 3 الكاملة والبيك اب، مستوى حماية BR6 مزودة ومحرك قدرة 205 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي، طاقم المركبة البيك اب 4 فرد، الكاملة 6 فرد. مركبة تمساح 5 فندم مستوى حماية BR6 مزودة بمحرك قدرة 245 حصان، ناقل حركة اوتوماتيكي، الطاقم 4 فرد. جميع المركبات فندم متوسط مدى العمل لها من 400 ل 800 كيلو متر دون اعادة ملء. اي عذر يا أسلحة وسفينة. أستاذ سيادتك دكتور علاء يعرض القسم الأولاني.